مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال. شو اخباركم؟ Thank you نجمة. Oh my god. I love you. شكرا لك القلوب والهدايا والكلام الجميل. ما زلنا نتكلم عن التنظيف، شهر التنظيف، والشهر الجاي عندنا تنظيف صدمات برضو. اذا ما حطيتني ارجوك حطنيها، أرجوك حط النية 2024، لا تفوت الفرصة. أرجوك حط النية وحط خلفية الجوال، هذا خلفية الجوال. طيب دائما أشوف الجني شوي، بس خليني أخلص المقدمة ما أبغى أفوت سؤال الجني. طيب خلفية الجوال، وعندنا برضو مواد هذا الشهر. مواد هذا الشهر يا جماعة، واللي راح تغلق خلال 3 أيام. تنظيف الاختيارات، تنظيف دائرة المشاعر، أسرة التنظيف، تنظيف الجزء الفكري، تنظيف الكارما، التنفس، أسرة ديتوكس، والوعي الطفولي. واحدة قبل شوي قالت بالشركة سجلت في تنظيف دائرة المشاعر، قولي لي وش رأيك؟ أول يوم أبغى رأيك بصراحة، أول يوم. طيب اليوم بدنا نتكلم عن تنظيف الكارما، وبعدين ناخذ الأسئلة. حبيبتي أنتي، خلينا نرجع الأسئلة بعد شوية. والله ما أدري، هو نفس النت ونفس الوضعية ونفس الستاند ونفس كل شيء، بس مغيرة الضوء شوية اليوم، بس ما أعتقد هو لا دخل في البث. أرى مجموعة من الجن يقول لي ادخل الباب عندنا. في الحلم؟ طيب وبعدين رحتي ولا ما رحتي؟ حطوا النية يا جماعة، وسووا اللي أنت تقدر عليه، سووا اللي تقدر عليه. تقدر تسوي مثلا شوية تنظيف في أكلك، تقدر تسوي يعني لو شيء بسيط، اي شيء يطلع على السطح خلاص انت لازم تاخذ الموضوع جد، ولازم تنتقل لمستوى اعمق من التنظيف. طبعا الناس مو كلهم واحد، ترى طبقات، في ناس قصتهم تطلب منهم تنظيف يعني دعك بالكلوركسام، وفي ناس يعني هم في مرحله خفيف تنظيفهم، فما كلنا واحد، ما كلنا واحد. فانت دايم طل جوا وشف احتياجك، وشف انت وين وصلت، وشف وش وقفت السكر الأبيض. برافو حبيبتي أنتي، شو الله يقويك، نظفت بيتي برضو حلو، برضو حلو. فأنت شوف القصة وين توصل، شوف الموضوع المهم اللي راح يطفح على السطح، لأنه الموضوع اللي راح يطفح على السطح لازم أنك أنت تاخذ فيه أكشن. خصوصا إحنا في مرحلة في أجيال جديدة جاية وقاعدة يعني تسوي كذا يعني مستوى آخر من الروحانية ومستوى آخر من الطاقة، وفي ناس كثير كثير. هل إحنا نفسنا 2020 تذكرون 2020؟ تذكرون مستوى الوعي 2020 ومستوى الوعي الآن؟ فرق كبير، يعني لسه يعني 4 سنوات بس فرق هائل في مستوى الوعي. فكمية الناس هذول اللي رفعوا من وعيهم ورفعوا من طاقتهم وغيروا في حياتهم، كسروا كثير من السلسلات في حياتهم، هذول كلهم قاعدين يسوون شفت في قصتنا كلنا مع بعض. واحنا قاعدين نصوت، ترى لا تنسون القصة اللي قلت لكم اول، احنا كلنا الكرة الارضية قاعدين على طاولة واحدة نصوت. فانت مهم، انت مهم بالنسبة للبشر، انت مهم، شعورك مهم، طاقتك مهمة، احساسك مهم. انت لازم يعني ما بقول في اسرع وقت، بس يعني يفضل انك في اسرع وقت انت تعرف قدرك وقيمتك واهميتك للبشريه، شعورك، احساسك، جوده حياتك مهمه لنا كلنا. يعني من مصلحتنا ان حياتك تكون جيده، من مصلحه يعني ممكن مثلا اسولف لك كذا يعني كذا من مكان، ممكن انه جودة حياتك يعني تمنع الحرب العالمية. فهمت كيف؟ مو بالضبط يعني، بس اقصد انه
يعني لو أنت وغيره وكذا رفعنا من جودة الحياة ووصلنا لهذا المستوى، لا يمكن تكون في حرب، صح ولا لا؟ فأنت مهم مهم، فأرجوك حط النية، حط النية وامشي في الطريق، شوف وش اللي يجيك، شوف اللي يجيك. أنت تتفاهم مع نفسك، وأنت اللي بتجيب لنفسك، وأنت اللي تحط القصة لنفسك. صدقني أنت دائما قادر على أنك تشيل القصة، ما في شيء مخيف، ما في شيء مربك، ما في شيء مقلق، لا شيء مقلق في القصة، لا شيء مقلق في القصة. المهم أنك أنت إيش تدف شوية بس، بس شوية بس. طيب تنظيف الكارما، أحط نية نزول الوزن والحياة الصحية عادي، حط نية التنظيف المادي، حط نية التنظيف المادي أحسن، وشوفي لك الدايت المناسب. لا يعني لا تعلقين في فكرة تنزيل الوزن، لا تعلقين في فكرة تنزيل الوزن، بس قولي أنا أبغى يعني أبغى يعني إني أنظف الجسد المادي بس. طيب برجع لأسئلتكم. توظيف الكارما، أول شيء أبغى أقول لك إنه كل الفلسفات والأديان والأفكار تؤمن بفكرة الكارما أو معتقد الكارما، هو معتقد موجود في الجسد الفكري، فبالتالي تجد المعتقد هذا موجود بأبسط أشكاله، أبسط أشكاله إنه مثلاً إذا أنت ما حليت الواجب ترى المدرس راح يعاقبك في عقوبة يعني من المعلم، فأنت نتيجة فعلك هذا. وبالتالي تربى الطفل من يوم هو صغير على موضوع زي ما نقول العصا والجزرة، بعدين تطور الموضوع حسب أنت وين نشأت، في أي بيئة، في أي دين، يعني في أبواه يهوداني أو نصر أي دين، برضو عندنا قصة ثانية حسب الدين. برضو في ناس مثلا زي ما تكلمنا قبل كم يوم على موضوع المسيحيين أنهم يولدون في الذنب، أو مرات لا، أنه في ناس كثير عندهم تصور أنه واو الله بيعاقبهم والله يعني بيحطهم في نار جهنم، بينما الله غفور رحيم وكذا، بس عندهم تركيز من قضية العقوبة أنهم تحت العقاب وكذا. بعدين طبعا هذه مرحلة، بعدين تدخل على مرحلة ثانية تلقى أيضا تستمر عملية الكارما، تلقى أنه الأشخاص عندهم هم أفعال هم سووها على أنفسهم، يعني مثلا يختلف هو والمدير، بعدين يقوم يضارب هو المدير، فالمدير يرد عليه فيصير فيغضب، فالغضب يرتد عليه فينفصل من الشغل، فتقول واو يعني كأنك انت رتبت العقوبة لنفسك عشان انت تنفصل، عشان انت يعني تنطرد من الشغلة. فتلقى يعني هنا مرحلة وهنا مرحلة اخرى، انه احنا نسوي اشياء نحصل من وراها عقوبة. أعرف أنه أنا إذا سويت مشكلة في العمل راح ترتد علي، أعرف أني إذا سويت مشكلة في البيت راح أضارب أنا واللي في البيت، أعرف إذا سويت مشكلة كذا، فتقوم ترتد عليك هذه الأمور وتستمر كأنك في دائرة، يعني كأنك مثل الهامستر اللي يركض فيها. فالمشكلة هنا عندي أنه كل المشاعر السلبية اللي أنا موجودة فيها، خوف، غضب، عار، قلق، توتر، حزن، كلها تولد، كلها ولادة، كلها تعطيك كارما، كلها تعطيك كارما، فتستمر انت تحسب انه واو الخوف هذيك السالفة اللي صارت قبل، لا لكنها ما زالت موجودة لاني انا عطيتها دفعة. فانا كل يوم مثلا خلت اتأخر على الدوام، اوكي سويت دفعة كارما اضافية، فمعناها انا فعلت فعل، انتظر النتيجة هذه، انتظر العقاب عليها، فانتظر اتعاقب، يمكن يجيني خصم، يمكن يجيني لفت انتباه او انذار او ما اعرف ايش، فأدخل نفسي في هذه القصة وهذه الكلام. طبعا في أشخاص، طبعا قانون الكارما هو من قوانين يتبع لقانون المسؤولية، هو من القوانين الرئيسية، لكن ما أقدر أقول إنه هو التوب، ما أقدر أقول إنه هو من القوانين التوب اللي موجودة في الكون. لذلك في مرحلة من المراحل المهم من الممكن إنه تنكسر الكارما بطريقة أو بأخرى. ففي بعض الناس برضو زي ما تكلمنا أمس إنه ينتقل الحلقة 6 وهو لسه بحلقة 1، عرفت الشخص اللي هو لسه ما يعرف يأكل بالملعقة، فيروح يجيب الأعواد اليابانيين يبغى يأكل فيها، فأنت الآن اضبط الملعقة بعدين خلنا ننتقل للأعواد،
في ناس ما عندهم يحس انه اوه واو هو بيوصل، فلما يحس انه هو عرف الحلقه 6 عرفها معلومات يقول اوه واو خلاص يعني ما في كارما، خلني انا اغلط على الناس واتعدى عليهم واخطئ عليهم واعتدي على رب العالمين واسوي اللي يسوي ويفسق، يروح لك فسق في الارض يفسق. فتقول شو السبب؟ يقولك يا ابن الحلال ما في اصلا، ما في كارما وما في ما ادري ايش وما في قصه وما في هذا، يشتغل لك الكارما اللي يفكر فيها مثل كذا يعني، مثل هالمفاهيم البسيطه اللي الناس تعتقد انه اوه واو خلنا نطلع من موضوع الكارما، خلنا ما نركز على موضوع الكارما وكذا فنطلع منه. الحقيقة انه انت ما تطلع بهالطريقة، يعني ما يمكن تطلع بهالطريقة لما يسقط جسدك الفكري، مرحلة يعني لاحقة لما يسقط الجسد الفكري. ولما يسقط الجسد الفكري هي ما تسقط الكارما، المعاني اللي تتبعها معنى العقوبة هو اللي يسقط، لكنك انت لما يسقط جسدك الفكري تكون انسان كثير طيب لدرجة انك انت لا ليس في نيتك إذا أحد أصلاً، لأن جسدك المشاعري والروحي اللي تدير القصة. بس يجيك واحد لا جسد المشاعري يدير القصة ولا الروح تدير القصة فيقول لك والله الكارما بس اللي بيؤمن فيها. أنت يا بابا أنت جسدك الفكري قائم على الكارما، قائم، أنت تربيت في المدرسة العقوبة، أنت تتبع لفلسفة فيها عقوبة، أنت كل حياتك قائمة على أسباب ونتائج أسباب ونتائج أسباب ونتائج أسباب ونتائج، لا تستطيع أن تخرج من القصة. خروجك من القصة أو ادعائك أنك تخرج من القصة هو مجرد ادعاء ليس حقيقي، هو مجرد ادعاء، لأنه ما دام الجسد الفكري هو اللي قاعد يدير الموضوع فبالتالي لا. وأي شخص يقول هذه القصة ويبدأ بإيذاء الآخرين أو بالاعتداء على الآخرين تعرف أنه هو يبغى يعني يقص، شفت اللي يبغى يقص الجزئية، يبغى يقص العقوبة، يبغى يقص كذا ويبغى يكمل في الموضوع، بس ما يشتغل الموضوع بهذه الطريقة. الحياة اليومية اللي أنت تعيشها توريك كل يوم الأسباب والنتائج لأفعالك، لأقوالك، لشعورك، حتى هواجيسك. ما كنت هوجست بشيء وطلع قدامك، ما كنت هوجست في أحد ودق عليك، ما كنت هوجست بسالفة سلبية وصارت لك تحققت، قاعدة تشتغل الأمور، قاعدة تشتغل الأمور هي جوا عامتها قاعدة تفكر. فما بالك بالغضب اللي كل يوم تطلع وتصرخ وتاوش وتغضب، ها وين بيروح؟ انت تتصور انك انت اذا رميت علينا الغضب، يعني الحين مثلا دخلت عندي وقلت انت تتصور اني انا اللي باخذ الغضب؟ ما راح اخذ الغضب، ما لي دخل، لن احصل على الغضب اللي انت ارسلته، لن يصل، انت ارسلك لنفسك، بس انت ما انت شايف اليوتيرن اللي قدامك، ما انت شايف، ما انت شايف انك انت قاعد ترمي على نفسك. الخوف لما أنا أخوف، العار لما أنا أشعر الآخرين بالعار، الكبر لما أنا أتكبر، كله على نفسي، كله على نفسي. فمو القصة إنه إحنا نبغى نوصل إن إحنا يا جماعة نبغى نطلع من العقوبة، لأنه ما تقدر تطلع من العقوبة لو تسقط الجسد الفكري، لكن إحنا نبغى ننظف نتيجة أفعالنا ونتيجة أقوالنا ونتيجة هواجيسنا التعبانة، الأشياء التعبانة، يعني سويت شيء كويس تجيك أشياء كويسة. طبعاً راح تلقى يعني في كل الفلسفات في طريقة، دائماً في طريقة، في طريقة للتنظيف. طيب خلونا نأخذ أسئلة. هل الكارما تستمر بعد الموت؟ شوفي، الكارما تتبع لقانون المسؤولية. قانون المسؤولية ما أبغى أقول لك إنه هو من التوب، عندنا توب 3 أو توب 4 تقريبا، هي اللي موجودة الآن وتاليا. فأنتي تنتقلين من فيلم لفيلم، صح ولا لا؟ يعني كنت في فيلم ورحت لفيلم ثاني، فوين أنتي وصلتي هنا؟ وين أنتي وصلتي يعني لما متي، لما قبل الإكزيت، آخر فقرة قبل الإكزيت، وين وصلتي في موضوع الكارما؟
وين وصلتي؟ بتطلع معاك في الفيلم القادم. الفيلم القادم عرفتي كيف؟ كارما الأجداد ترى هذه مادة عندنا، بس انصدمات الأجداد موجودة في مواد الصدمات، فما أبغى الحين أتكلم عنها، يعني أخذ أعطيها أهمية، بينما إحنا يعني راح ندردش عنها الشهر القادم. طيب خلينا نأخذ أسئلة. ما هي كارما الأم بالطفل التوحدي؟ thank you، شكرا على القلب. شوفي انتي، في شيء احنا ندركه يعني بطريقتنا البسيطة، اوكي، بجسدنا الفكري ببساطة بسطحية، يعني يقول اليوم دخلت وتضاربت انا وصديقتي في الدوام فردت علي فخرب اليوم وتعكرنا وتضاربنا وطلعنا وحنا نصيح، فتعرفين انه يعني كارمتي يعني شفتها مباشرة، صح ولا لا؟ انا شايفتها مباشرة. او مثلا بعض الناس يقول لك انا ظلمت فلان فبالتالي انا ظلمت، انا امس سويت لهم كذا اليوم سوى لي كذا، فتحس انه اوه واو هو ظلم فانظلم كذا، كانها يعني عمليه كذا بهالطريقه. بس ترى على فكره مو كل شخص ينظلم هو مظلوم. لا ايه، مو كل شخص ينظلم هو مظلوم، مو كل شخص ينظلم هو مظلوم، مو كل شخص ينظلم هو مظلوم. القصة جواته هو يعني، مو كل شخص هو يعتبر انه هذه هي كارما لقصة سابقة. فأنا نسيت سؤالك، ايش كان سؤالك؟ ايش كان سؤالها يا جماعة؟ جتني سالفة الجني وطاعت، رجعت تسأل عن الجني. أم الطفل التوحدي، أنا وش أقول لك؟ أقول لك أنت لا تأخذين الأمور بتعقيد، يعني لما تحسين القصة كأنها صعبة أو كأنها معقدة أو كان فيها طبقة روحية، لا تأخذين القصة بتعقيد، خذيها ببساطتها وبسلاستها. ويعني أكثر بساطة لها أنك أنت ما تشوفين أنك أنت تحت عقاب أو أنك أنت تحت كارما أو أنك أنت تحت أي شكل من أشكال أنك أنت هذه نتيجة لأفعال سيئة أو نتيجة لأقوالك السيئة أو نتيجة لسلوك أو فكرة سيئة قمت بها. لا تفكرين أبدا بهذا السايد. يعني أنت ممكن تأخذين الموضوع بكل بساطة، أنه أنت يعني روح عندك القدرة على هذه التجربة، وأنك أنت يعني حبيتي تجربين هذه التجربة، حابة تجربين هذه التجربة الجميلة الجميلة بالنسبة لك، بالنسبة لك. فدورك انك انت تفتشين على جوانب الحب، الجمال، الرحمة، الجوانب المضيئة في القصة، بدون ما تحطي نفسك في قالب انه انا تحت العقاب او هذه الكارما لشيء ما. طيب اسم الروج، بعد ما حطيت الروج اكتشفت انه ما هو روج. والله لقيته مكتوب عليه انه هو شيء للعين، بس انه ناشف ما يمسح، فما مدى يمسح. هل المواجهة تكسر الكارما؟ يعني تتكلمين مثلا عن علاقة، شوفي احنا لما نوصل لمرحلة المواجهة من المهم انه يكون في شيء تغير في الداخل. عشان كذا ترى انا دائما لما يجي احد يسألك اواجهها انا كذا اقول استنى خلنا يعني ننظف ورتب جوا، لانه لما تتغير اشياء كثير جوا تبدأ الاشياء اللي برا تتغير، فيكون المطلوب المادي مرة منخفض أو مرات بدون،
فكون ان احنا نحتاج الى ان نصل المواجهة او قد تكون مواجهة عنيفة او كذا، فقد يكون انه الداخل لسه ما تغير، كأنه احنا نبغى نشوف برا عشان نغير الداخل. بس لا يعني كلامي ان المواجهة مو صحيحة. لما انت تصل المرحلة تقولين خلاص المواجهة هي الحل، المواجهة هي اللي حاليا التجربة اللي انا ابغى اعيشها، فخلاص هذا وقتها، هذا وقتها. كارما يعني الحوضة. تعرفت على شخص وطلع متزوج وتركت، هل علي كارما؟ انك انت ما تعرفين يعني. اوكي، يعني هذا مبلغك من العلم. او يكون هو اللي كذب، هو اللي ما قام يعني. كيف اشترك في السول ديتوكس؟ ادخل الموقع وعادي يعني، حطي في السلة، واذا ما عرفتي كلمي خدمة العملاء يساعدونك. اذا كانت المواجهة هي نهاية كارما ظل في موضوع استمر سنة، ما هو ارجع واقول لك انه المواجهة مو بالضرورة هي تكون الاداة المناسبة للقصة. الشيء الثاني انه كل واحد او كل طرف عنده وجهة نظر عن المواجهة. الشيء الثالث انه القصة خلصت من جوا ولا ما خلصت جوا. الشيء الرابع، مرات الاشخاص اللي يواجهون هم يعتقدون ان القصة كلها محبوكة في المواجهة، فلما يواجهون شخص قوي من الداخل ممكن يتلاعب فيهم في المواجهة، خليهم يصدقون ان المواجهة قاعدة تشتغل بس هي ما تشتغل. عرفتي؟ لما يصيرون يعني فاهمين الأشخاص، فاهمين الطبقات عند البشر، فاهمين إنه هذه بس الطبقة السطحية، جوا عندنا طاقة، جوا عندنا قصة روح، جوا عندنا أفكار، عندنا مشاعر، ممكن يعيشون معاك قصة المواجهة ويتصورون إنهم ماشيين معاك وهم يعني ماشيين في المواجهة، بينما في العمق هم لا، هم ما تغير، هم ماشيين على خطتهم أو على فكرتهم. المواجهة كانت بعد تنظيف داخلي وعي بالقصة. That's good. تقول أنا واجهت صار يعرف اللعبة وما تغيروا. اليوم نظفت جزء من جسد الفكري، طول اليوم تعبانة وحزينة، فيني البكية. يعني أنا قايلت لكم الجسد، تنظيف الجسد الفكري يعني الحلقة الأخيرة في التنظيفات. فلا تنظف الا وانت مضبط الجسد المشاعري تمام التمام تمام التمام. بس عادي ذات اوكي انه انت تصحين، انه انت يعني مودك يتلخبط اليوم، انه انت تحسين انك ضيقة صدر، اتس اوكي بيعدي، ستعبرين. إكرام حبيبتي تقول كل همي إني أعيش قصة حب وأتحدث مع الأولاد وأحب ينعجبوا فيها كل الشباب وأحب أكلم كثير من الشباب في وقت واحد. ليش؟ وشو الحل؟ هذا جوع روحي. مدام جروب شباب في وقت واحد قلبي أنتي، هذا جوع روحي، جوع روحي. القصة بدأت في وقت مبكر من حياتك وبرضه في خزانات فاضية. كان المفروض في أب يقول لك يا ماما أنت حلوة، يا ماما أنت جميلة. كان المفروض في أم تقول لك هذا الكلام. كان المفروض تعبت الخزانات، مو يجي تيس من الشارع يقول لك هالكلمتين وتختفين وتطيرين وكذا. كانت هذه الأشياء المفروض تصير، بس ما صارت، ما صارت. أقترح عليك تشتغلين على الوعي الطفولي كتنظيف واعي، وتاخذين معها شيء لا واعي من الموسيقى أو التنفس إذا تقدرين. تقولك مو عذر، قصدك إنها تلعب هاللعبة. هذا شوفي، إحنا مو في موقف إن نحكم، كلنا عندنا ترى مصايبنا، مو موقف إن نقول يعني
انت تعبان وانت كذا. كل واحد عنده قصة مزعجة يعني اللي متورط فيها، وفي نفس الوقت لها اسبابها، يعني لها ظروفها اللي حطتها في هذا المكان. وبرضو تعرفون المقولة الشهيرة انه لا تدعي العفة ولا تتعرض للفتنة، هذه بعد دائما لا ننساها، انه انت ما انحطيت في مكان هذا الشخص عشان تقول انه انا لن اقوم بهذا العمل ابدا نهائيا، ما انحطيت في مكان هذا الشخص. نية التنظيف وعلاقتها بالنوم الكثير، تقول كل مجرم ومعه مبرراته. احنا نفسر، ترى ما نبرر، احنا نفسر انه هذا هو الوعي، انه احنا قاعدين نفسر القصة ونفهمها اكثر ما انه احنا نعطي تبريرات للاشخاص. بس على فكرة ابغى اقول لك شيء، انت تعتقدين جروب الشباب التيوس اللي معاها جيدين؟ عرفتي يعني؟ لا تحسين انه قصة ماشية صح، يعني انت تحسين اوه واو انها قاعدة تلعب على شباب كثير وكذا، ترى عندها مجموعة تيوس يعني، ما عرفتي يعني؟ تلقين برضو هم مثلا عندهم جروباتهم، تلقينهم هم بعد عندهم قصصهم مشاكلهم. فلا تتصورين انه الموضوع بهالبساطة، انها هي يعني عندها مجموعة، يعني عندها 100 واحد ضحك عليهم وكلهم مغسولة ادمغتهم، لا الموضوع مو بهالطريقة يعني، مو بهالشكل. ولو كان في يعني ابو خمس نجوم والنجم اللي معه كان وصلت هي بعد لمكان اخر من زمان، صح ولا لا؟ يعني توقعين في بنت بتفوت واحد خمس نجوم يعني؟ بس مو موجود، مو في دائرتها. وان كانت تتصور انها هي ترمي واحد تاخذ واحد ترمي واحد، بس كلهم تحلط يعني kind of. في واحد يضحك على الثاني وكلهم يدرون، ترى ما يدرون وما يدرون، ما ندري. ما ندري. طيب هات سول ديتوكس وانا مش في مشاعر رمادية. اوكي ممتاز، احنا يعني وصلنا لمرحلة انه احنا زي ما نقول في الصحراء، في حالة الضياع، انه جزء من الهوية او كل الهوية طارت. هذا شيء جيد، ابغاك تخوضين تجارب جديدة في الحياة. يلا اشتغل، سوي تجارب جديدة، ابغى الفطرة تطلع، لانك ما راح تكتشفينها. اخاف انك الان ترجعين القصة لنفس البرنامج السابق اللي كنت عليه، نبغى تجارب جديدة، وهالتجارب الجديدة تخليك تكتشفين نفسك، حقيقتك، فطرتك. الصندوق يلا وش يعني جحلات؟ ما ادري، ساعدوني بالترجمة. أميرة تقول كيف قدرتي تنتجين كل هذه المواد تنظفين كل شعور على أمل أن شعور بيتحسن بدون ما تدخلين حالة يأس؟ شوفي ترى لا تنسين أنه أنا انعكاس القصة، يعني أنا مثلا أقول أنه الطبيب النفسي خليني أقولها بطريقة صحيحة عشان ما في طبيب نفسي يزعل علي، بس أقول الطبيب النفسي يمكن يكون أكثر واحد يختار أنه يأخذ حبة لما يقلع، صح ولا لا؟ لأنه هو يشوف أنه هذا هو الطريق الصحيح لحل المشكلة، صح؟ فلما يقولون لي مثلا في طبيب جيم من الأطباء أنه هو أوه هو طبيب نفسي بس قاعد يأخذ حبوب نفسية، أقول طيب شو المشكلة؟ يقول لا بس هو يعالج الناس، المفروض أنه ما يأخذ. لا هو أصلاً هو مؤمن بهذا الطريق، عرفت كيف؟ هو يرى انه يعني هذا يعني لو يصير عنده مثلا قلق او يصير عنده مثلا يقول لك ناخذ حبه،
هو هذا هو يعني حسب وجهة نظره وحسب إدراكه أن هذا هو الحل للمشكلة اللي هو موجود فيها. وهذا هي الشيء اللي مؤمن فيه وهذا اللي ينصح فيه الناس. بعدين الناس يستغربون يقول أوه طيب هو ليش يأخذ حبوبه ويعالج الناس؟ طيب طبعاً ما أقول كل الأطباء بس أقول سين من الناس أوكي. فهذا الدكتور يدخن هاي قصة ثانية. فلما يجي شخص يعني يتكلم لك عن التنظيف وعن الألم وعن أكيد إنه هو يعني هو ماكل تبن قبل الجميع. شو تصورين يعني؟ شو تصورين يعني؟ ولا هو وشون أصلاً فهم وهو ماخذ القصة وهو آمن فيها وهو قاعد يحطها طبقة ورا طبقة ورا عرفت كيف؟ فهي برضو كارمة. نرجع نقول إنها كارمة. فما في شعور باليأس لأنه في إيمان بالطريق. أنا أوكي خلص اللي بعده الطريق اللي بعده الأسلوب اللي بعده نسوي كذا نشتغل على كذا نسوي التمرين الفلاني نسوي القصة فلانية. فخلونا ننتبه نلاحظ أنه ترى كثير من الأشخاص كل واحد يؤدي القصة اللي تمثل الانعكاس اللي هو موجود فيه. هذا هو. وأنا صغيرة عندي شعور الدونية وحالياً هذا الشعور بسبب فشلي في الشغل. نظف العار. نظف العار يا ماما. أوف لحظة في زر نساء هنا ولا إيه؟ لا تقول لك تزوجت زي النساء وطلقني بعد أسبوع أخذت الوعي الطفولي وسودي بس حبيبتي أنتي الله يقويك الله يقويك الطقاق الباب يفوي الجبل. أنتي كسبتي روحك وكسبتي قصتك وكسبتي كل نفس في حياتك. باي باي. كان ما توم شعر شوفي طبعا انت تقدرين تؤمنين بالقصة وتدخلين في الكارما. احنا قلنا انه احنا الكارما موجودة في الجسد الفكري لانها تابعة للأسباب والمسببات. فانت اما انك انت بتؤمنين بالقصة وتدخلين في الجسد الفكري فبالتالي كل التبعات حقتها تقدرين تدخلينها. وهذا الشيء الجيد في المعتقدات الجديدة علينا. عرفتي في معتقد انت من يوم انك عمرك سنتين هو ينعاد عليك. عرفتي يعني معاك في الخلاط دخلتي المدرسة برضو يخلطونك معاه. فيعني تقريبا يعني أنت نشأتي كل حياتك هذا المعتقد موجود أيا كان المعتقد. فهذا الموضوع ما هو سهل أنك أنت تطلعي. طيب أنا الآن قاعدة في أمان الله قالوا توأم الشعلة واو خلني أتتبع هذه خلني أدخلها أو أقبلها على الأقل شوية حول الجسد الفكري أو في الأفكار لأنه الأفكار هي أقل مستوى. بس انت اذا دخلتيها وردتي في تبعاتها عرفتي كيف؟ يعني اذا انا راح اؤمن الان اذا انا راح اؤمن في توأم الشعلة قلت هو توأم شعلة ولا توأم ايش؟ سوالف حقين تويتر هم عندهم توأم الشعلة اي نعم. طبعا نقدر نتكلم من اليوم الى بكره عن توأم الشعلة. تكلمت عنه قبل موجود في واحد من الفيديوهات عندي في اليوتيوب. بس انت برضو عندك الخيار ما انك تؤمن بالفكره وبالتالي انت راح تدخل تبعاتها وراح فانا اقول بما انه انت يعني هالشيء ما كان موجود قديم عندك ولا كذا ما ودك اوريدي الجسد الفكري عندنا محمل بكثير من الاشياء لان كذا دخلت في السالفه دخلت في تبعاتها. عرفت كيف؟ التبعات وبما فيها تبعات الكارما تبعات كارما توأم الشعلة. محمد يقول حقين تويتر شيبان ومتقاعدين وغاضبين. اوه عجبتني التشكيلة شيبان ومتقاعدين وغاضبين ويتشابكون يعني غاضبين مع الشيبان والمتقاعدين قل فاضين
فاضيين انهم ما عندهم شيء، ما عندهم شيء، وجساتهم الفكريه مره متضخمه، فيبون يسوون سالفه من لا شيء. هذول المتقاعدين يعني يجيدون حياه، اجل شيء يروح يموت. طيب لقيت لهم، قد لقيت لهم تفسير. الشيبان المتقاعد ما عنده شغل، ما عنده شغل. والشايب ما ادري وش المبرر حق الشايب. الشايب المفروض ان ده الروح الثالث ينشغل بعمره. طيب سنة حبيبتي تقول بس توأم شعلة علاقة حقيقية موجودة. صحيح يا سنة، صحيح. شوفي أرجع وأقول لك، أنت في كود 1 كود 2 كود 3، يعني حسب وين أنت حاطة رجلينك، وين أنت قاعدة، في أي كرسي، وين المستوى اللي أنت فيه. يعني في حقيقة لا تستطيعين أن ترينها وأنت في كود 1، ما تقدرين ترينها، ما تقدرين تفهمينها. وهكذا هو ليش في ناس كثير او خلينا. طيب كارما اسمي سلبي ولا ايجابي؟ اسم كارما، اسمك كارما هو مو سلبي وإيجابي. كأني أقول لك الأسباب والنتائج، كأني أقول لك يعني الأسباب والنتائج. هل الأسباب والنتائج سلبي وإيجابي؟ يجي ويجي، يجي ويجي. مش الاسم اللي اخترتي، ما اخترت تنتظر يجي ولا جاء. بنس حبيبتي تقول مسؤولي ليس لديه خبرة، لما أحط اقتراح أو أصحح أخطاء يهاجمني وبعد يطبق ما قدمته أمام المدير، ما الحل؟ يعني الحين أنت تتصورين أنك أنت بتصححين خطأ لشخص موجود في كود 1 وبيقولك شكرا جزيلا والله أنت كثير طورتيني وأفدتيني، بعد يعني عندك دور أنك تفهمين تفهمين الناس، وطبعا طبيعة الناس ما حد يبغى حد يصحح له، فما بالك إذا كان في مستوى يعني متدني من حالة الوعي. فأنت وش مشغلك؟ سوي شغلك، وأكيد شغلك لا يتضمن أنك أنت تصححين وراء مدير. زوجي يعاني من مشاكل تحدث مرارا كالسرقة والنصب والشرطة والحادث، هل يحتاج إلى كورس الخوف أم التنظيف؟ قصدك إنه يشعر إنه تحت العقاب، فبالتالي دائما يتعرض لقصص قانونية. في ناس كذا، أقول خل نبدأ باللوم، تنظيف اللوم. بس إذا بيتحمل يدخل على عميق يدخل على السوتيكس، بس عنده قصص، عنده قصص. شوفي إذا حضرت حوار المشاعر تفهمين أنه استحق العقوبة في وقت ما من أوقات الطفولة ولم يعاقب، وما زال هو يقيم العقوبة على نفسه. كذا القصة باختصار، ممكن بعد حوار المشاعر. وين اللي قاعد حضرت حوار المشاعر؟ أبغى رأيها، تكون سجلت اليوم، أبغى رأيك أول يوم إيش حسيتي. فهو في قصة قديمة يحتاج يعني يجلد نفسه. برضو حوار المشاعر تدرين خفيفة، خصوصا انه يعني رجل وكذا يعني ما يبغى يسوي ديل مع المشاعر. الذنب، تنظيف اللوم، وتنظيف وحوار المشاعر، اثنين هذول. طيب
حبيبتي وفاء، حبيبتي انت الله يقويك الله يقويك. تقولك امي ماتت بعد صراع مع المرض، وبعدها ابوي مات، مرة انعكاس لبعضهم، بعدها زواج تدهور واخطيت خطوة للطلاق، انا ضائعة، انت دمرتي القصة. وذاتس اوكي ذاتس اوكي، الهوية طاحت. شفتي امس لما قلت لما كنت اقول لكم اللي يبغى يطير القصة بيشيل الناس المهمين وبيشيل المكان، انت ثلاث اشخاص مهمين طاروا. فالقصة القصة خلاص تغيرت، الهوية تدمرت، وشعورك بالضياع مفهوم مفهوم وسليم، معناها انك انت تنكين احلام، معناها انت انسانة عندك النضج والفهم للطريق. ترى في ناس كثير هم في الطريق لان هم خايفين ما يدرون هم خايفين، هم غيرانين ما يدرون هم غيرانين، هم غاضبين ما يدرون هم غير غاضب، هم ما عندهم سالفة ما يدرون هم عندهم، هم جاهلين ما يدرون هم جاهلين، عرفتي؟ فممتاز انه انت تقول انا ضايعه انا ضايعه، هذا كثير، هذا الوعي، هذا هذه اللمبه اللي عندك مره ممتازه، انه انت عارفه انك حاليا في لحظه ضياع، لانه هويتك ضاعت منك، ام واب مصادر طاقيه، وزوج اكيد انه صار في مرحله ما مصدر طاقي، فضلا عن انه يعني رمى كثير من الزباين عليك محتمل يعني. فالقصه ما هي هينه، لكن روحك قويه راح تشيلينها وراح تعبرين، راح تعبرين. ابغى اقول لك الان بما انك يعني كذا الان طير حر، روحي جربي اشياء جديده، تعرفي على ناس جدد، ركزي على مراسيك في الحياه، مش الاشياء المهمه، عندك بيبي مهم، عندك موهبه مهمه، ادفعي ادفعي، عندك طفل مره مهم ركزي عليه، عندك تحبين ترسمين ارسمي ارسمي ارسمي، وتوسعي اكثر. هذه المرحله الحاليه، ما ابغى اقول لك نظفي ولا ابغى اقول سوي ولا شيء، ابغى اقول لك الان هذا هو المطلوب منك، واوجدي اشخاص، ابغى اشخاص جيدين في هذه المرحله، حطي نيه لاشخاص جيدين في هذه المرحله واوجديهم. حبيبتي وفاء الله يقويك. ثانك يو رموش. ايش سفت رموش وحطت لي شفايف؟ ميك اب احسها كذا ميك اب ارتست. ايمان حبيبتي تقول ولدت في بيئه تخاف السحر والبعض يمارسه، هل هذه كارما؟ هم ترى لازم يصيرون كذا، البيئه اللي تمارس السحر يخافون من السحر، البيئه اللي تمارس السحر لا يخافون، لأنه مو قصة مهمة بالنسبة لهم أو حدث يعني حاضر في حياتهم. يعني تروحين مثلا شخص في الغرب مثلا تقول له ترى السحر يخوف، يعني يضحك أو يمكن لا يهتم لأنه مو موجود عنده ومو متداول وكذا. فأكيد هذا موجود في السبورة، في الصف، يعني الصف اللي أنت حضرتيه، كل واحد حضر صف غير، فأنت الصف اللي حضرتيه كان يعني موجود السحر، فأكيد كل هذه كارمات. كيف أوازن بين الفرح بحلم تحقق بعد طول انتظار وحزن على فقد شخص قريب؟ كيف أتعامل مع مشاعر متضاربة؟ شوفي أنا ما مريت بفقد، فما أقدر أحس أو أحكم. يعني أكثر فقد حسيت فيه هو فقد جوي، فما أقدر أني أنا أحس بالإحساس اللي لما الناس يقولون أنهم هم يعني سقطوا وحسوا بشعور، وأكيد شعورهم صادق وحقيقي، لكن اللي أبغى أقول لك إياه أنه الشخص اللي مات ترى هو يعني رايح عند رب العالمين، عارفة كيف؟ عارفة كيف يعني رايح؟ يعني شيء مرة 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 جميل، يعني ما المفروض تكون عندها التصورات الحزينة أو المؤلمة، يعني ما أبغى أكد لك، بس أقول قد يكون حنا حالنا أسوأ من اللي راح. ف يعني في فلسفات ترى إنه
الموت هو احتفال، في فلسفات تقوم بهذا الدور ويسوون عزاء الميت، هو مو عزاء هو احتفال، كأنهم يعني يسلمونه رب العالمين، يعني هم يعني متأكدين رايح عند رب يعني كريم، يعني وين رايح؟ فيمكن هذا يساعدك انك انت تشوفين الموضوع، هو يعني من فيلم الفيلم، يعني ما في شيء، يعني ما في شيء مربك في القصة، خصوصا اذا الشخص هو مر بالنداء الثالث ومر بسقوط الهويات مرة بعد اخرى. ف يعني اذكري بالخير، اعطي له نوايا طيبة، وافرحي بقصتك، افرحي بالقصة، يعني عندك مسؤولية تجاه هذا الكلام، يعني مو معقولة يعني رب العالمين مرسل لك هدية وبعدين انت يعني قاعدة تقول مرة مو مهمة الهدية هذه، انا زعلانة، عرفتي كيف؟ وهو ترى ما يفرق معاه، يعني انت صحتي، زعلتي، حزنتي، يعني ما راح يعني اذا صحتي يعني بيدخل الجنة مثلا، واذا ما صحتي بيتراجعون، عرفتي كيف؟ يعني حزنك بالعكس، بل بالعكس انه ممكن انت، ممكن ما ندري، اقول قد يكون انت يعني اصلا يمكن تضرينا بهالالم وهالقصص المحزنه والمؤلمه، يمكن ففكري فيها منها الزوايا. طيب كيف اعرف التنظيف المناسب لي؟ كلمي مي، عندنا مي اللي هي خدمه وجهني، مي ممتازه فاهمه تقدر تساعد. ايش لحظة، زوجي دكتور فقد احد عيونه بدون انذار وهو طبيب، العجيب ان انا اللي عندي وراثة بالعيون واعاني من اجدادي ووالدي وما عنده هالوراثة، ما الحل؟ قصدك انه هو اخذ الكارما منك؟ برضو نرجع لقصة انه احنا نؤمن بالكارما ولا ما نؤمن، والنوم الزواج هو عبارة عن تبادل للكارمات والقصص، هذه زاوية، وزاوية ثانية هو طبيب في انعكاسات المرض، يعني احنا تو نتكلم عن الطبيب اللي يدخن، يعني في الدراسات الأطباء هم أقصر الأعمار، يعني مقارنة ببعض الأعمال. يعني انت تتخيلين ان كل يوم هو ديل مع المرض، كل يوم كل يوم كل يوم، ايش تتصورين يعني؟ عرفتي كيف؟ ففي هم محاطين باحتمالات المرض، محاطين باحتمالات المرض، هذا انعكاسهم، وعندهم دور طبعا، يعطون من طاقتهم الجيدة ويعطون من صحتهم ويعطون من نواياهم، لكن تلحقهم القصص هذه، تلحقهم. فاللي بتتزوج طبيب يعني لازم تعرف انه الطبيب يعني طبيب، صح؟ وبعدين تدري وش المشكلة الثانية بعد؟ المشكلة انه ما كل طبيب طبيب، صح ولا لا؟ يعني في طبيب لو تشوفين مثلا العمليات اللي سواها، اكثر من نص العمليات كانت عمليات فاشلة صدق، وعمليات خطأ تقولينها اي بس هو اجتاز الشهادة صح؟ هو اجتاز الشهادة، فتعرفين إن هو روحه ما هي روح طبيب، ما هي روح مشافية، بس في طبيب يعني ما شاء الله، يعني يحط يده مثل السحر، تدخين عنده يقول لا ما شاء الله طيبة طيبة طيبة، تطلعين طيبة وانتي لسه ما رحتي للصيدلية تصرفين الدواء، والله صدق تطلعين من الطبيب طيبة تماما، كل شيء ذهب، وهو صارف لك الدواء قبل ما توصلين للصيدليه تصيرين طيبه، هذا اللي يقول روح المشافي، هذا يعني عملياته كلها صح، عمره ما اخطا، كل شغله صح، حتى لو ما شخص صح، يعني حتى لو خان الجسد الفكري ومعلوماته ما طلعت مضبوطه وصحيحه ونسى الاشياء اللي حفظها في الكتاب او قراها وما حضر اخر مؤتمر او اخر بحث، روحه تدله في النهاية على الحل، فهذا هو الطبيب. عشان كده أنا أقول زمان الطبيب الحكيم،
يعني نشوف الصورة الكبيرة. فاللي بتتزوج طبيب تتزوج طبيب 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 حكيم، هذا هذا فعلا فعلا روح مشافية. بس طبعا هو بيتعب لأنه بيقدم من طاقة. أو أما تتزوجين طبيب يعني تورطين بالاحتمالات المرض وبالقصص المزعجة الموضوع. هل مات جوي؟ لا ما مات، تخليت عنه أعطيته للبيبي سيتر لأنه صرت مو كثير موجودة في أمريكا وخفت أني أنقله لأي مكان آخر، فاخترت هذا الخيار من صالح من مصلحته. يعني فكرت فيه أكثر من أني فكر في نفسي فتخليت عنه. بس أشوفه أشوفه يعني أزوره وعندي أخباره وكذا. إذا كان طبيب بيطري البياطرة خليني أفكر، قاعدة أسترجع أنا هل قابلت أطباء بياطرة؟ أكيد قابلت صح؟ لما مرض جوي أنا ما كنت موجودة. أي صح إلا كلمتني الدكتورة، أذكر كلمتني الدكتورة وقالت لي نبغى نشيل عنه الأكسجين ونبغى نخليه يموت. أذكر قلت لا لا لا، قلت راح تدفعين $1,500 كل يوم. قلت لها that's okay that's okay، لما يصير ذا شيء نعيشيه. هذا أذكر حواري مع الطبيبة البيطرية. بس أكيد في ناس يعني عندهم الاقتراح، يعني ولا كان ما اقترحت يعني أكيد إنها هي موجودة في هذه الدائرة. أو ماي جاد كارما الصيادي. لا كان عندي صديقة صيدلية فقدتها فقدتها. ذكرتوني في الماضي، كم صار لي من سنة فقدتها؟ أكثر من 15 سنة، يمكن 17 سنة. صيدلية طلعت من حياتي، كانت كثير طيبة كثير طيبة، لكنها فقدت البوصلة ممكن نقول. لا ما ماتت، ما أدري عاد عن وضعها الآن، بس يعني آخر المكالمات بيننا يعني كنت يعني ما أقدر أخذ منها علم يعني. يعني خلاص صارت تقريبا مو طبيعية، صارت مو طبيعية، ما تقدر تتفاهم معها. حبيبتي الله يشفيها كانت عايشة. طيب ضيعت نفسها، أنا ما أعرف شو القصة بالضبط، يعني هي ضيعت نفسها ولا ضيعها ولا شو ضيعتها، ما أقدر أحكم على القصة. بس هي كانت يعني لما تتألم تكلمني، ويعني أسمع شوية صياح أحاول أفهم القصة، بس نص القصة خرابيط ونص القصة خيالات ونص ما أعرف بالضبط. بعدين اختفت، ما أعرف. نفس قصتي مع صديقتي الدكتورة صيدلية. تقول أنا طبيبة وكل اهتمامي على الأمراض المناعية والعصبية، لين انصابيت بواحد منهم عقب حادث سيء، كل الأطباء احتاروا، والله أنا في طريق فقدان البوصلة على قولتك. لا إن شاء الله، الله يحفظك حبيبتي، الله يحفظك. مدام انتبهتي الريموت معك، الريموت معك، لا تنتبه. حان الوقت يا ماما،
حان الوقت. نفس واحدة أعرفها وتطلب مشروم عشان يزيد الهلوسة. قصدك إنها صيدلية يعني تأخذ أشياء ولا ويش؟ تقول أغلب الأطباء وصيادلة عقولهم ضاربة. والله ما أدري، نشوف إنهم يعني بناء على خبرتي مع الأطباء، أطباء يعني البشريين يعني أطباء جراحين وكذا، يعني جنت على جراحين حول العالم وشوفوا إنهم عقلاء وقد تكون صحتهم مو جيدة مرات، وشوف عندهم منطق وعندهم علم حسب اللي تعلموا، وبس مو كلهم أرجع أقول روح مو شافية. بس هذا هي ملاحظتي، هذا بالنسبة للأطباء يعني. بس الصيادلة أعتقد غير، الصيادلة غير. طيب أسألكم بشاري. واو يلا هيب حبيبتي، تقول كان صيدلانية وعقلي حبيبتي الله يقويك. المصائب التي واجهت الأنبياء تعتبر كارما لهم؟ شوفي، إحنا البشر لما نأتي لهذه التجربة إحنا محتاجين شيء يخلينا نعرف قيمتنا ونفك قيودنا اللي جواتنا، خوفنا، غضبنا، ألمنا، وهذا الشيء يعني مرات ما يتحقق إلا بهالصعوبات وهالتحديات. زي مثلا كنت أسمع سينكلير، هذا حق الشيخوخة، اللي يقول لك لا تجاعيد لا شيب، الموت اختيار، احنا ماشيين وراه. ما ندري وين يودينا سينكلير. المهم كنت أسمع من فترة فكان يقول انه انت كل ما عرضت جسدك لظروف قاهرة او ظروف غير اعتيادية صعبة كل ما تطور. طبعا هو يتكلم عن جانب الشباب وجانب الجسد المادي فقط، فهو يقول انه لما هو طبعا كان ياكل الساعة ستة الأفترنون يعني، فكان المذيع يقول له هذه وجبتك الأولى، فيقول له إيه كل يوم يعني الساعة ستة هذه وجبتك الأولى، وبعدها أظن يقفل، أظن هذه هي الوجبة بس، أو يعني الويندو الصغيرة حقت الأكل. فيقول إنه أنت كل ما عرضت الجسم المادي لظروف صعبة مثل ظرف الصيام أو البرودة أو الحر، شفتوا الأشياء اللي حادة يعني على الجسم، إن كل ما هو يعني صار أقوى، كل ما هو قاتل وصار أشب، صار أصح، وصار يعني عنده أدوات أو عنده طرق وعنده حلول للمشاكل. فقد يكون هذا الكلام أيضا ينطبق على مستويات أخرى من الأجساد، إنه نفس الشيء مثلا لما الجسد المشاعر، يعني تتخيل واحدة بالدلوعة أوكي انولدت وفمها ملعقة ذهب، ويعني تشر في يدها تبغى موية ويركضون في يعني 10 خادمات يركضون يجيبون لها موية. طيب أكيد ما حد منكم تعرض لهذا القصة ولا ما كنتم موجودين معه. طيب وبعدين يعني كذا تمدد رجلها ويلبسونها جزماتها وكذا، المهم ويهفون عليها وكذا، فطلعت الكل يعني منتبه لها يعني جدا جدا بشكل كثير حساس. فلما تزوجت يعني يمكن دخلت في حوار مع زوجها، مش توقع انها بتقدر تتكلم، بتقدر تدافع عن حقها، بتقدر يعني تعترض،
ايش توقعون المشهد؟ ما هو المشهد؟ ايش تتوقعون المشهد من هذه الفتاة المدللة؟ طبعا تتوقع انها تقعد تصيح، صح ولا لا؟ او بتكلم امها تقول تعالي فاهم هذا الرجال، ما ادري وش ما ادري وش هذا الرجال، من وين جبتوا لي هذا الرجال؟ صح. بس تتوقع واحدة ثانية نشأت ومجلودة ومضروبة وعرفت عند أقصد عندها تحديات فكرية ومشاعرية وطاقية، وجاها رجل زير نساء، ولا تشوفوا صاحبتنا جاها زير نساء من أول أسبوع قالت له باي باي. قاعدين فيه يا بابا، عادي يا بابا، زي السلام عليكم باي باي، متعودة من يوم صغيرة، عرفتوا؟ فهالأشياء إنها تحديات على المستوى المشاعري وعلى المستوى الفكري وعلى المستوى الطاقي اللي مرت علينا خلال سنواتنا، سواء كنا صغار أو كبار، هي اللي قوتنا، هي اللي خلتنا يعني زي ما نقول جلدنا ثخين، هي اللي خلتنا نعرف نبعد عن الشخص المضر، نعرف نبعد عن الناس السيئة، نعرف ناخذ حقنا، نعرف قيمتنا. فكل هذه الأشياء خدمتنا. وقيسي على ذلك الأنبياء، لأنهم هم برضو بشر، صحيح أنهم هم في الرسالة معصومين، بس هم عندهم الجانب البشري. فعشان هو يكون بهذا المستوى من القوة وبهذا المستوى من الصمود وبهذا المستوى من الأداء، محتاج هالكم شغلة عشان عنده شيء ثقيل يبغى يقدمه بقوة، يعني هو يكون شخص قوي لدرجة أنه ممكن يكون أقوى واحد في العصر. لازم انه يكون هذا المستوى قوي جدا في هذا العصر، لانه يحمل شيء ثقيل يبغى لما يقدمه بقوه، قدمه بطريقه مقنعه، بطريقه كثير متطوره، مو اي احد يجي ويدعس على هذه الرساله ولا على هذه الفلسفه. طيب يا جماعه، تقول لك ما حبيت الفكره ولا ما طيب يا ايمن، خلاص حبيبتي انت عيشي مدلله ودليل لبنياتك وعيالك، ذاتس اوكي. كلنا احنا يعني نناقش قصص يعني لا راحت ولا جت في النهاية. طيب أنا مساعدة روحية بطريقي لأصبح لايف كوتش، إيش تنصحيني أخذ؟ الشهر هذا عندنا أسرار التنظيف، هذه لللايف كوتش والأرواح المساعدة اللي وجدوا أنفسهم وسط مساعدة، أن الناس طلبوا منهم مساعدة. بالعافية يا محمد، قلت عشيت فول تميس، بالعافية بالعافية، لا تكثر التميس لأن السعرات كثيرة، أو تدري بكيفك، كلها فكرة لا راحت ولا جت. طيب يا جماعة، لا تنسون 3 أيام ويغلق التسجيل في سودي توكس، الوعي الطفولي، الموسيقى التحولية، التنفس، تنظيف الكارما، تنظيف دائرة الشعور، ترى جدا خفيفة اللي يحس انه ثقيل على التنظيف. تنظيف الكارما، تنظيف الجسد الفكري، لحد يحضرها اللي هو متحضر مشاعريا ومخلص التنظيف المشاعري. تنظيف الاختيارات. ابغى اقول لكم هذه المواد راح تغلق بعد 3 أيام او خلال 3 أيام، وبرضه السنة القادمة في مواد ما راح احد يحضرها الا يكون نظف. صعب اني اقدم مادة لشخص ما نظف. تبغى بلاش عندك البوم الباب الخلفي، تبغى بفلوس موجود، تبغى اسعار معقولة موجود، تبغى غالي موجود، تبغى للواعي موجود، تبغى لللاواعي موجود. ما نبغى السنة الجاية لما ندخل على مواد اقولك نظفت تقول لا ما نظفت ما كان عندي فلوس، عندك شيء مجاني. لا ما نظفت كان غالي في رخيص. لا ما نظفت اشياء لواعي في لواعي. طيب اتفقنا، مو احد يفاجئني السنه القادمه يقول طيب انا ما نظفت وش اسوي، خلوني ادخل وافهم وكذا وبعدين ارجع لا، تبغى تدخل معانا السنه الجايه نظف، ارجوك اشتغل. مواد العقل اللاواعي عندنا الموسيقى التحوليه والتنفس. اتفقنا قلبي انتم. المجاني موجود على اليوتيوب، اللي هي
البوم الباب الخلفي وتلقين الطريقة موجودة في الموقع، موجودة في الموقع شرح الطريقة يعني شلون تطبقين. وإذا عندك أي صعوبة تابعي مع خدمتي. نشوفكم إن شاء الله بكرة. شكرا للأسئلة وشكرا لللايكات، شكرا للقلوب.